محكوم ب 25 سنة سجن والآخر محكوم عليه 30 سنة سجن والثالث منهم بالمؤبد غيابي لمرحل قصرا إلى إسبانيا. وفي إطار هذا 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 الانخراط الكبير اللي قمنا به على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي أصبحنا أصبح المناضلين والإعلام في الأرض المحتلة مصدر موثوق لعدة منظمات دولية وإعلاميين غربيين وإعلاميين مثلا على قناة ميديا نيوز الجزائرية وقناة الشعب قناة عفوا قناة النهار وعدة صحف وكذلك لا ننسى لأننا مستعدين من هذا المنبر التعامل مع أي جريدة جديدة كذلك وإلا في الإذاعة إلا أننا مستعدين من هذا المنبر التعامل مع أي جهة إعلامية وإعطاء الصورة الحقيقية للواقع واقعنا في أرض محتلة واقع المعتقلين واقع الجرحى واقع المتطرفين واقع عائلاتهم واقعنا في الثروات إلى غيره من الانتهاكات اللي تعرضها المواطن الصحراوي من طرف السلطات المغربية المحتلة. وفي آخر مداخلتي نرجع مرة ثانية نشكركم جزيل الشكر على هذه